السلام عليكم ورحمة الله. لو المشكلة عندك إن السيارة بتستهلك زيت، أو في عندك نقص عالي في الزيت بتاع المحرك وإنت مش عارف إيه سبب المشكلة أو إزاي تتعامل معاه، هتشوف في الفيديو ده تجربة عملية لطريقة التعامل مع مشكلة نقص الزيت، إزاي تقدر تحدد سبب المشكلة، إمتى تقول أنا عندي نقص زيت ولا لأ، وإيه هو أفضل وأرخص الحلول المتاحة للموضوع ده. خلينا نتنقل للجزء العملي. قبل ما نتنقل للجزء العملي، في بعض النقط لازم اقولها بسرعة علشان تكون الامور واضحة. مبدئيا، لو انت وقت ما بتحط الزيت الجديد في سيارتك بيكون مقاس الزيت عند المستوى ده، وبعد ما تمشي ال 3000 او ال 5000 او ال 10000 على حسب نوع الزيت اللي انت بتستخدمه، مستوى الزيت بينزل عند النقطة دي، فكده انت ما عندكش نقص زيت، ده استهلاك عادي للزيت. امتى تقول ان انت عندك نقص زيت؟ لو مستوى الزيت نزل تقريبا لحد المستوى ده، هنا يبقى عندك نقص زيت. اول حاجة بتعملها في المرحلة دي هو ان انت تتأكد ان مفيش رشح زيت او تسريب زيت على اي جزء من اجزاء المحرك. بتفحص المحرك من الامام من الاماكن اللي مش واضحة، وتفحصه من الخلف برضو من الاماكن اللي محدش بيبص فيها، وتنزل تحت المحرك من الاسفل تفحصه، وتنزل من الخلف من الحتة اللي محدش بيفكر يبص فيها خالص. لو لقيت رشح زيت او تسريب زيت، فيبقى لازم تغير الاويل سيل او الاورنج اللي عمل التسريب ده. لو ما لقيتش، بتتنقل للنقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها هو انك تغير لزوجه الزيت اللي انت بتستخدمها. بمعنى، لو انت بتستخدم مثلا 5W30 بتنزل ل 10W40 مثلا، لو بتستخدم 10W40 تنزل مثلا ل 15W50 او 15W40، لو بتستخدم 15W50 بتنزل ل 20W50، ودي اخر حاجه تقدر تنزل لها. لو انت عملت كده وبرضه مستمر عندك مشكله نقص الزيت، هنا بقى التجربه اللي انت هتشوفها في الفيديو هتنفعك. خلينا نبدا. التجربة دي تعمدت اني اعملها على سيارة قديمة موتورها بيستهلك الزيت بشكل كبير جدا، واول حاجة هعملها اني هفك الاربع اسلاك بتوع البوجيهات، وبعدين هفك البوجيهات كلها واطلعها برا علشان اعمل اختبار كبس للمحرك علشان اعرف حالته، واركب عداد الكبس في اول غرفة ونشوف حالته ايه. الغرفة الاولى مسجلة 77 PSI. والغرفة الثانية مسجلة 80 PSI. والغرفة الثالثة مسجلة 79 PSI. والغرفة الرابعة مسجلة 78 PSI. كده نتائج الاختبار طلعت زي ما انت شايف، بتتراوح ما بين 77 الى 80 PSI، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا، لان المحرك الطبيعي يسجل حد ادنى من 100 الى 110 PSI، وده الحد الادنى المقبول. اللي بعد كده هو اني هنزل تحت السيارة وهنزل الفلتر والزيت القديم منها، واستنى لحد ما تصفي تماما، وبعدها اقفل واركب فلتر جديد. وهستخدم زيت اسمه فورس جي تي 2، وده نوع زيت متصنع خصيصا للمحركات اللي بتستهلك زيت عالي، والتصنيع ده تم وفق المعايير الامريكية اللي هي الاي بي اي، وتصنيف مستوى الخدمة بتاع الزيت اس اي اي 50. وفي ميزة ان الفلاش بوينت بتاعه 240 درجة مئوية، وده بيخليه حافظ على خصائص الزيت مع المحركات اللي الشمبر بتاعها ضعيف وبتستهلك زيت عالي نتيجة هروب الزيت لغرفة الحريق. والزيت بيحتوي على اضافات ومضادات أكسدة بتضمن أداء جيد في أصعب ظروف التشغيل مع المحركات اللي قطعت كيلومترات كتيرة، والشركة اللي بتصنعه حاصلة على شهادة الأيزو، وهجربه وهشوف أداؤه هيكون عامل إزاي ونسبة النقص فيه هتكون قد إيه. الجيركن ده بيمشي 1000 كيلو، علشان كده هتلاقي سعره رخيص جدا، وهنفضي 4 لتر الا ربع في المحرك، وهسيب ربع لتر في العبوة. وقبل ما اقفل او اشغل المحرك هشوف مستوى الزيت على المقاس فين، وزي ما انت شايف كده الزيت على المقاس في المكان ده. هرجع المقاس مكانه واقفل الغطاء واشغل المحرك. وهسيب المحرك شغال 10 دقايق، والهدف ان اسمح للزيت انه يمشي في كل مسارات المحرك ويدخل الخلوص بين الشامبر وجدران غرفة الحريق. وبعد ما عدى ال 10 دقايق بطلت المحرك، وهسحب الاربع اسلاك بتوع البوجيهات، وهطلع الاربع بوجيهات، وهعمل اختبار عشوائي لكبس الغرف.
لو قارنا نتائج الغرفتين دول بالنتائج القديمة هنلاقي تحسن طفيف في كبس الغرفة، وده مؤشر مطمئن جدا، لكن برضو ما نسبقش الأحداث ونشوف مستوى النقص خلال 1000 كيلو هيكون قد ايه. ونروح الأول ناخد قراية عداد الكيلومتر بتاع العربية علشان نشوفه مسجل قد ايه. 49799. هنشوف بقى الوضع بعد 500 كيلو هيكون ازاي. ودلوقتي بعد مرور 8 ايام نشوف العربية قطعت قد ايه، تقريبا 500 كيلو وكسور. نروح بقى نبص على الزيت ونشوف لونه بقى عامل ايه وحجم النقص قد ايه. وهسحب مقاس الزيت الاول، امسحه بمنديل ورق علشان اعرف اخد قراية مظبوطة وواضحة، وهرجع المقاس مكانه واضغط عليه للاخر، وبعد كده اسحب مقاس الزيت واحطه على ايدي علشان نشوف حجم ولون الزيت. الزيت الاول كان عند المستوى ده، وبعد 500 كيلو اصبح عند المستوى ده، يعني لا يزال في الحدود الآمنة ولونه بني فاتح. نشوف بقى بعد 1000 كيلو الوضع هيكون ايه. والنهاردة بعد مرور 18 يوم نشوف الوضع، العربية قطعت تقريبا 1100 كيلو. نبص بقى على مستوى النقص بتاع الزيت بقى فين. هسحب مقاس الزيت وامسحه كويس الاول، وبعدين ارجعه مكانه تاني علشان يديني قراية واضحة ونظيفة، واطلع المقاس ونشوف مستوى الزيت اصبح هنا كده، لا يزال على اخر الحدود الامنة، وده كويس جدا. لكن انا عايز اعمل تجربة اخيرة على الزيت مهم تشوفها. استنيت لحد ما السيارة بردت تماما، وهسحب مقاس الزيت تاني، وزي ما انت شايف نفس المقاس ونفس اللون، وهركن مقاس الزيت فوق المحرك، واجيب سرنجة فاضية 50 سنتي متوصل فيها خرطوم شفاف من قدام، وهدخلها مكان فتحة الزيت بتاعة المقاس علشان اسحب عينة من الزيت اللي موجود جوه المحرك، وهطلع بها فوق افضيها في الدورة الصغير ده. وهنا هتلاحظ ان الزيت لونه بني محروق او اسود فاتح، لكن مش اسود محروق زي ما بيحصل مع انواع زيوت تانية. وهلف افتح الجيركن اللي كان فاضل منه ربع لتر، وهفضي شوية منه في الدرق التاني، وهاخد 2 قطارة فاضية واحطهم في الدوارق، واسحب كميتين متساويتين من الزيت اللي طالع من الموتور ونفس الزيت بس جديد، وهفضي القطارات على اللوح الازاز، وهرفع اللوح علشان نشوف القوام بتاع الزيت خسر قد ايه، او زي ما بنقول بالمصري الزيت حل ولا لسه. ولما سرع الفيديو وتقارن سرعة نزول الزيت القديم والجديد، هتكتشف ان الزيت القديم خسر حوالي 15% من القوام بتاعه، او تقدر تقول انه بعد ما قطع ال 1000 كيلو بتوعه لا يزال محتفظ ب 85% من القوام بتاعه. اعتقد ده حل كويس جدا ومناسب للناس اللي بيكون عندها مشكلة نقص الزيت في محرك السيارة نتيجة ضعف الشامبر اللي حوالين البستم، او ان المحرك محتاج عمرة او توضيب كلي، والناس دي بتكون محتاجة حل يمشيها فترة زمنية طويلة لحد ما تظبط امورها وتعمل الشامبر او العمرة. مع العلم ان الزيت ده مش بيحتاج اي اضافات، يعني ولا هتحط عليه زيت شامبر ولا هتحط عليه اي اضافات، هو متصمم ومتصنع للمواتير اللي بتكون حالتها زي ما شرحنا في الفيديو. لايك وشير للفيديو، وخليك دايما فاكر ان زكاة العلم او المعلومة نشرها مش انك توقف المعلومة عندك. وبعد ما تضغط على زر الاشتراك في القناة، فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس علشان يجيلك اشعار بمجرد ما انزل فيديو. كده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.